سليمة. عسلامة، أهلا أختي، لباس لباس الحمد لله. أحكي اليوم على إدمان الشباب للمخدرات. والله بالنسبة للمخدرات، الشعب التونسي ما هيك كان المخدرات خي، هو يحب يتكيف ولا باش يشرب ولا ما يحبش، لكن الوضع اللي فيه البلاد هو اللي لازم انه باش يعمل حاجة هذاك. مثلا تجي انت قضايا الاغتصاب والقتل كلها وراها المخدرات، معناتها تونس اصبحنا معناتها نعيشوا في دولة تسبح في المخدرات. معناها الشاب التونسي يخرج الصباح يلزم يجيب حقك سيجارة وزطلة باش يتكيف وباش يبدل حياته. معناتها مثلا كان ما جاش يتكيف انت يدخل بعض مثلا داخل السجون، يا اخي فماش زطلة؟ فما زطلة داخل هذا، معناتها بحكم انه معناتها مربي تحكي انه فما زطلة في السجون وهذه حاجة معروفة. لكن باش انت باش تنحي هذي بيجي توعي المواطن، المواطن باش توعيه باش تعطيه ما يخدم، باش تعطيه الانسان معناتها عنده مستقبل واضح. لكن تو ماك تشوف الدولة وحلنا في كيلو سكر وحلنا في زيت فماش دبوزة صغيرة ب 7500 مش حرام. هاك شوف تلزق انه الشاب التونسي انه باش يحرق، اعطيه هو حرق ميت، راه والله ماشي ميت. معناها يمشي لبلاد الناس هاكا كان راح يوصل بعث كولي لاخواته واللي ما وصلش هاكا مات. نحكيو على نسبة كبيرة من الشباب اللي ادمنوا على استعمال والاستهلاك المخدرات. هي هاني قلت لك معناها راهو اصبحت ادمان، اصبح الشاب التونسي انت هو امشي وصوروا معناتها مثلا في مستشفى الامراض العقليه اللي هو في منوبه وشوف انت شباب صغير كيفي معناها هابل من المخدرات معناها برشا بنات واولاد زاد وجميع انواع المخدرات داخل تونس. انت يمشي للعلب الليليه وتفرج كيفاش راهو عالم اخر، راهو هذاك علاش حتى المطر ما عادش تصب بالرسمي. راهو فما عالم نعيشوا فيه احنا وفما عالم اخر يعيش فيه الشعب التونسي. فما علماء معناتها عالم العلب الليليه انا نسميه، عالم اخر، عالم كله مخدرات كله زطله كله دواء معناها وبنات واولاد. راه معناها الطفله من سن 15-16 سنه تدخل فك الانحراف هذاك، ثبت انت حدا في شارع حبيب بورقيب، بنات صغار دخان وفساد مساكن. حتى فما زاد ضحايا تتلاق بين الام وبو، فما زاد ضحايا العلاقه غير شرعيه. معناها والله فتاه معناتها تشوفها بنيه صغيره تتسخفك الزح، علاش هي جات فك المستنقع هذاك. معناها حتى اس او اس الزهروني ندي لوزاره الداخليه برا شوف اس او اس الزهروني هذاك ماهوش اس او اس، هذاك يصدر في الاجرام، يصدر في الانحراف، يصدر في المخدرات. اين الدوله؟ كل شيء فيه اس او اس الزهروني. مشيت انت غاديك؟ اي نعم مشيت وشفت فما اولاد معناتها. هو اللي شفته سامحني احكي لنا. اللي شفته برشا حاجات. احكي لنا. اختي فما معناتها عباد معينه تحكي لي، ما نجمش هكا قدام الكاميرا باش نحكي لك شنو اللي يريد. اما اللي يحب يشوف يمشي يشوف غاديك مباشر. راه فما اولاد معناها قصر يستغلوا انهم يمشي للسويس باش يجيب طفله معناتها من السويس. تبات بالنسبه للمدير تاع السويس ولا غيره ولا غيره. بالنسبة للطفلة تبات في السويس ولا ما تباتش؟ تحمل مسؤوليتك في الكلام اللي تحكي فيه؟ بالطبيعة تحمل مسؤوليتي، خاطر شيء واضح. وياما نبهت على الحكايات هذيا، لكن شيء دون جدوى. غياب الدولة في السويس هذاك، وديجا مرة تعدى في حقائق الأربعة نتذكر. السويس كيفاش حتى معاملة الإطار التربوي غاديك، معاملة قاسية، عنده وقت يفوت وماش خليه يدخل. هي ومشي يمشي هو غاديك باش يمشي يهمل، باش يمشي يتكيف زطلة، باش يمشي يشرب، باش تمشي الطفلة هذيك تهمل. بالرسمي راهو اس او اس كارثة هذاك ويلزم حل. غياب الدولة معناتها في كل شيء الدولة غايبة. أين الدولة؟ راهو عندنا وزارة الدفاع، عندنا وزارة الداخلية، عندنا وزارة العدل، وينكم؟ الناس فيقوا لروحكم راك بالرسمي راهو مش تشوف شارع حبيب بورقيبة بعد تمشي وتجي وعنده 10000 وذاك عنده 20000، راهو اخرج تفرق في الأحياء وتفرج. فهمتني؟ ولهنا باش يجيك كان واحد يا خارج شيخ من بار يا عامل جو، ما يجيكش واحد معناتها باش معناتها متيقر. جرائم اليوم سببها المخدرات في اعتقادك؟ بالطبيعة سببها المخدرات. السبب الأول المخدرات، ما يلقاش باش يتكيف، ما يلقاش باش يشرب، يمشي يعتدي يفك يبركي باش يمشي يعمل هاك الحاجة هذيك. ومن بعد فما نوعية نتاع عباد يوصل يقتل روح معناها ويخرج من بعدك نادم.
معناتها في الحبس يبدا في الحبس يفيق. انا شو عملت؟ معناتها من المخدرات هذيك. فما زاد التسيب الوحدات الامنيه. يا اخي انت الوحدات الامنيه نعرف ماكش باش تحارب الجريمه وحدك، لكن يلزمك تفيق. راه ساعات تشوف حاجه وما تتدخلش، واني نشوف فيهم مثلا يلزم يا تدخل، يا شوفوا حل، يا دوله شوف حل بالرسمي. راه ولا معناتها وزاره العدل طلع قانون للبركاجات انه قانون ما تقاسي. خليش ساعات فما مرات طيح صغيرها انت جراي البركاج. نذكر انك المينيتير اللي فقد حياته جراي فروخ، معناتها في التران في المترو كان تذكروا عمناو اللي تعمناو. اي معناتها المخدر تلزم حل. هل الاوضاع هي سبب ادمان الشباب على المخدرات؟ والله مش سبب، ايش نحكي لك، راه مش سبب ان المخدرات. معناتها الوضع اللي فيه البلاد صحيح وضع تعب، لكن هاكا حاجه من حاج، حتى المخدرات عندها دخل بالطبيعه في الحكايه هذي. معناتها هو يخرج الصباح ما عندوش مستقبل، يولي يمشي ينحرف، يدخل في مجال الانحراف، في يمشي بعد كي يمشي للحبس. الحبس هذا كمدرسة، مدرسة أخرى راهو الحبس. معناتها باش يدخل الحبس راه مش باش يلقى روضة ولا حاجة، باش يلقى انحراف آخر وعالم يخش يبدا يتدرب غاديك التدريب. ليه يخرج للشارع؟ يخرج المجتمع يولي منعوت من المجتمع هذاك. نحكيو اليوم على المخدرات داخل الوسط المدرسي، يعني الليسيات لي كوليج. والله قداش من مره يتم القاء القبض على يعني منحرف معناتها يبيع في المخدرات في الليسي. كيفاش توصل المخدرات تدخل للليسي؟ توصل وسط الليسي توصل. يا اخي باش يمشي ياخذ زات لمناي حومه، باش يمشي ياخذ زات، باش يمشي يعطي فلوس وياخذ زات. بالطبيعه هذاك يهز هذاك وهذاك يهز هذاك، اللي معناتها تولي مجموعه. معناتها هي معناتها الزات راه ولد حاجه عاديه، هي بنات تتكيف فيها معناتها حاجه عاديه. معناتها يلزم الردع، يلزم الردع في القانون. تو كي ترضع القانون تو تولي تونس دولة. لكن باهي انت مثلا تجي تشوف رئيس جمهورية عاجبك انت اللي قاعد صاير في البلاد، ما يعجب حتى واحد. معناها اصبحنا في مستنقع غير قادر الشعب التونسي انه باش ينظر نظرة باهية. فهمت؟ ما فهميش. شوف الشعب مسكين حرق، اعطيه يوصل، اعطيه يوصل لك الاوروب باش لعل وعسى تبدلش حياته، لكن ما تبدل شيء. ليه لكلمة الختام؟ كلمة الختام والله أنا نطلب من الدولة التونسية أنها تردع. أنا هم تردع راهو الجريمة، مش جيت تردع لي واحد باش تخطيه ولا حاجة. فهمتها؟ ونشكركم.